إدارة برنامج كابيتانو مصر كان عندها إصرار على تحقيق تجربة احترافية حقيقية للعيبة المستقبل، وده اللي ظهر في تجهيزات معسكر كابيتانو مصر. كان لازم الاهتمام بكل التفاصيل: المساحات الخضراء الواسعة اللي هتساعد اللعيبة على الاسترخاء، ملاعب مجهزة على أعلى مستوى للتدريبات والإحماءات، غرف 5 نجوم مع خدمات متميزة، صالات الألعاب الرياضية لتطوير قوتهم البدنية، مطعم على أعلى مستوى بيشتغل حسب النظام الغذائي الموضوع للعيبة، حمامات سباحة للتدريب والترفيه، قاعات للمحاضرات، ومنطقة ألعاب لتجديد النشاط وبناء روح الفريق. كل ده كان لازم يكون جاهز بكل تفاصيله لاستقبال نجوم كابيتانو مصر، عشان نضمن تقديم تجربة استثنائية ليهم، ويبقى دور كل واحد فيهم يطلع أحسن ما عنده. ميعاد محدد للصحيان كل يوم لكل فريق، نظام دقيق مش كل اللعيبة كانوا متعودين عليه، وبداية اليوم دايماً مع الفطار اللي كان فرصة للعيبة يتعرفوا على بعض في أول أيام المعسكر. بعد الفطار اتوجه اللعيبة لأوضهم عشان يجهزوا للتدريبات والماتشات، وفي الأوض كان مستنيهم مفاجأة لبس كابيتانو مصر. ومع اللبس كان في مفاجأة تانية حسينا أنهم محتاجينها في بداية مشوار البطولة. تيدا محملك يا عبد العزيز. ازيك يا مندو؟ وحشتني قوي يا مندو. فاكر لما كنت بسيب الشغل عشان اجي معاك التدريب، وانا واثق فيك وعارف اني مخلف راجل وهيبقى قد البطولة. عاوزك لو خرجت ما تبقاش زعلان طالما عملت اللي عليك. ان شاء الله اخد البطولة. حبيبي يا مروان، يا رب يا حبيبي أشوفك تحقق كل اللي نفسك فيه، وانت عارف اني بحب الكرة عشانك، ويا رب أشوفك زي محمد صلاح. الله. ويا رب أشوفك زي محمد صلاح. حبيبتي يا ماما، ان شاء الله تحقق كل اللي نفسي فيه وارضيكي. زيزو يا حبيبي، انا زيت حبيبتك. وحشتني قوي البيت، وحش من غيرك، وناقصه حاجات كتيره، ناقصه الضحك والشقاوه. وحشتني قوي يا عبد العزيز، حبيبتك يا زيزو. تيتا، الله، حبيبتي يا تيتا، حبيبتي يا تيتا. ازيك يا احمد؟ انا علي. انا عاوزك تعمل كل اللي علمتهولك في التدريبات، اوعى تضيع تعبنا انا وانت. فخور بيك يا احمد، ومستني في ايدك كاس البرنامج. ان شاء الله هكسب البطوله وهشرفك يعني. ان شاء الله هرجع بكاس البرنامج. مفاجأة اللعيبة ما خلصتش. ادارة البرنامج قررت تعمل مفاجآت خاصة جدا للنجوم الجداد. وزي ما بيحصل في كل البطولات العالمية والدوريات الأوروبية، كان معاد اللعيبة مع جلسة تصوير حطتهم في الأجواء الاحترافية من اليوم الأول.